حبي تعيش حتى زي ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي جابولي الدنيا وما نوليش تحبي تعيش حتى زي ايوه يا ليش افتوما هو الان اصلها دول الان دول ليش افتوما انت سبت وقتي اصلك عالك الشراطة اللي انت فيها راح ساعة وجاية مش تأخر عنده بقالك 7 ساعات يا فتول ماشي ماشي ذكر ذكر يا ابن عمي ذكر ايه يا علي عبد الله السلام يا علي عبد الله السلام عرفت المكان ده منين؟ اللي يسأل ما يتوهش فتون فين يا راشد؟ فتون بجيب حاجات للبيت وزمانها جاية عبد الله السلام يا علي البيت حلو تغيرت يا ابن عمي تغيرت اخترينا وفتوه ما معنا ملايين يا علي ملايين عملتوا ايه تاني بعتوني بعتني يا راشد يا عالكرم عليك ليه يا عم يا عالكرم يا عم راشد ده مش بس ابن عمي ده اخويا اتربى على كتافي كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره راشد
يا راشد مش قلت لك لما اروح للباشا هتنبسط؟ ده انا جايبه لك حته خبر. راشد سابها الدور على حل شعرها. فتون مراتي وحبيبتي اللي ما فيش زيها. هي برضو هي تستاهل القتل. ما تخافيش انا مش هعمل كده. عارفه ليه؟ عشان انا بحبك. بحبك بجد. بس انت برضو تستاهل القتل. تستاهل. وهو الراجل لما مراته تغلط لازم يربيها. أنا مش هعمل حاجة. متخافيش. متخافيش. سنين السجن شرف اللي مرت حياة اللي ضيعتيها. ده اللي تمني فتوح. أنا مش هعمل حاجة. أنا بس أخليكي كل ما هتبصي في المراية تفتكري تندمي على كل ما اتولدتي. كل غرزة في وشك كل غرزة في وشك اعتبريها من الدين اللي عليكي. ده اللي تمني فتوح. انت عامل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده. وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا. لما سألت عليها البواب قال لي إنها مراته. مرات مين؟